محقا. إذا صار بينك وبين واحد نقاش شفت مصر جادل، ولا غفر الله لك خلاص، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. لا تدوخ حالك، لا تضيع وقتك، روح لأمور أهم. ولهذا تجدون أنا ما أدخل في حوارات لهذا السبب. البعض يقول سيدنا لماذا عندما تدعى إلى حوار لا تدخل في حوار؟ الجواب لأن الطرف الآخر يعتقد أن الحق شنو معه. بعد أستطيع أن أتكلم ولا أستطيع؟ أصلا القضية ختمت، ختمت القضية، يعني بعبارة أخرى الأغى ختمها. طبعا بالتصريح هم يختمونها، وقد حققنا الحقيقة مسألة بما لا مزيد عليه، خلاص العلم وين انختم مولانا؟ عند الأغى مولانا. ما أدري واضح؟ خاتمة المحققين، والباقي وراء من يجون جي منهم مجموعة من البقالين. خاتمة المجتهدين، وباقي يجون شنو؟ عد هسه من تشكل يقول لا هذا من باب الاحترام، وهذا الاحترام بابا بإساءة أدب للآخرين، مع أنه بيني وبين الله لا خاتمة المحققين ولا خاتمة